السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم، مستمرين طبعا في فقرات استاد الاهلي. اكيد كنت بعتز جدا بوجود زميلي محمد فاروق سعد مع طبعا نجم النادي الاهلي السابق في الفقره السابقه مع نجم الاهلي السابق طبعا معتز اينو. يعني انا موجود معاكم النهارده، يمكن كان في لغط كتير في الفتره السابقه خصوصا بعد مباراه طنطا على مشكلة التحكيم أو بعض الأخطاء التحكيمية اللي موجودة في الدوري المصري حتى الآن. طبعا 13 أسبوع حتى الآن من الدوري المصري، وأكيد في أخطاء تحكيمية وإحنا شفناها سواء بقى في مباريات الأهلي بيخوضها أو مباريات أخرى في الدوري الممتاز ما بين الفرق وبعضها، فبالتالي ممكن نلقي الضوء عليها من خلال طبعا ضيوف هيكونوا موجودين معانا وهقدمهم لحضراتكم حالا. خليني بس يعني في كل افتتاحية احنا بنفتتحها في استاد الاهلي دائما بنفخر بواحد اسمه محمد صلاح، لعيب مميز، لعيب احنا بنسعد في كل مباراة واحرازه في الهدف ده كله بيجي من دعوات المصريين ليه في كل مباراة، حب الناس لهذا اللاعب اعتقد فاق الحدود، فاق كل شيء في التوقيت الحالي، وهو الصراحة كمان مساعدنا كمان ان احنا نحبه اكتر واكتر من خلال تواجده في الدوري الانجليزي بالشكل اللي هو فيه، سواء بقى باهداف سواء بقى بلعب فني بشكل عالي جدا. محمد صلاح من النجوم فعلا ان شاء الله اللي هتتكتب في تاريخ الكره المصريه بحروف من ذهب. محمد صلاح طبعا 14 هدف حتى الان، بيتصدر الدوري الانجليزي طبعا بفارق عن هاري كين هدفين، ثم رحيم سيرلينج طبعا 11 هدف. واعتقد ان محمد صلاح ان شاء الله بالمستوى ده هيفضل يتقدم شيئا في شيئا حتى الحصول على لقب هداف الدوري الانجليزي بامر الله، ده اللي احنا نتمناه يا رب ان شاء الله. محمد تبقى في احسن حال، وده زي ما بقول لكم دي دعوه مني، ما بالكم بقى بدعوات المصريين الباقيين طبعا مع محمد صلاح. عايز اقول لكم ان الدوري الانجليزي حتى الان مانشستر سيتي بيتصدر بطوله الدوري الانجليزي البريمير ليج بفرق 11 نقطه. جوارديولا طبعا مدرب الفريق طبعا عارفين هو مدرب مميز، شفناه مع برشلونه، شفناه موجود حاليا في الدوري الانجليزي، كان البعض بيقول ان هو هيفشل مع مانشستر سيتي، ولكن تألق جوارديولا في التوقيت ده مع الدوري الانجليزي ومع مانشستر سيتي بشكل كبير، 16 مباراه حتى الان، 16 مباراه متتاليه مع جوارديولا فوز بلا هزيمه، وده اعتقد بيكسر بيه ارقام قياسيه في الدوري الانجليزي. فبالتالي خليني اقول لكم كمان ان ليه كمان مباراه مؤجله، دي حاجة أيضا تحسب لهذا المدرب. 52 نقطة لمانشستر سيتي، لكن هنشوف أكيد الدوري الإنجليزي فيه مفاجآت كتير وكرة مختلفة عن جميع الدوريات الأوروبية، يمكن الدوري الأسباني شوية الناس بتهتم بيه ونشوف إن هو دوري قوي، لكن الدوري الإنجليزي دائما هو دوري كامل العدد، دوري قوي بنسبة كبيرة وبنستمتع جدا من خلال رؤيتنا لهذا الدوري. خليني أكمل بقى كلامي بقى، وموضوع الفقرة حاليا هو التحكيم في مصر، تحكيم لمدة سنتين ممكن هنتكلم عليه كمان مش السنة دي فقط لغير، لأن هو حاجة متصلة. احنا يمكن السنة اللي فاتت كان في مشاكل، السنة دي أيضا في مشاكل. احنا بنقول إن الحكام هم فرد أو بشر، يجوز ممكن يخطئوا ويجوز إن هم بيبقوا كويسين، فبالتالي في الحالتين هو عنصر مهم جدا في لعبة كرة القدم. عشان كده لازم أرحب بضيوفي هنتكلم في هذه الجزئية طبعا معاهم باستفاضة أكتر، طبعا كابتن عبد الستار علي الحكم الدولي السابق. كابتن عبد الستار برحب بحضرتك. الله يخليك كابتن، منور. انت المنور يا كابتن، ربنا يخليك حبيبي. الله يخليك. ايضا الناقد الرياضي طبعا او نائب رئيس تحرير المسا استاذ خالد العاشر. استاذ خالد صباح الخير. اهلا بيك. تمام، وحشني. منور. الله يخليك. انا عارف انت ما بتحبش الناقد الرياضي دي، انا عارف انت يعني. لا بالعكس، اي حاجه يعني الناس يهمها اللي بيتقال، يعني مش يهمها مين بيقول، الناس عايزه تسمع حاجه ترضيها او تحس من خلالها ان في حاجه صح بتتقال. منور دايما باستمرار. ايضا استاذ عادل عقل الناقد الرياضي باليوم السابع والمتخصص في شؤون التحكيم. استاذ عادل ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك وربنا يخليك. انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك ومع الكابتن عبد الستار علي، واحد من رموز التحكيم المصري على مدار سنوات عديده، والاستاذ خالد احد رموز الصحافه واصحاب الاقلام الصادقه في السنوات الاخيره. طيب نبتدي بقى يعني نروح لتقرير صوتي، نبتدي بقى عن طبعا مشكله التحكيم او التحكيم بشكل عام. انا مش عايز اقول ان هي مشكله، مش مشكله طبعا، الحمد لله احنا عندنا تحكيمنا بخير، لكن الاخطاء وارده وده موجوده، ولكن خليني اروح للتقرير وارجع ابتدي حواري في هذه الجزئيه.
أن الكرة المصرية تعيش فترة من النجاحات المتميزة في الفترة الأخيرة بعد أن تأهل المنتخب الوطني لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، وذلك بعد غياب دام ل 28 عاما كاملة، إلا أن هناك بعض الأزمات التي دائما تبحث عن حلول جذرية، وعلى رأسها أزمة التحكيم التي تعيشها اللعبة في السنوات الأخيرة دون حدوث أي تطور ملحوظ، رغم وجود حكم دولي صاحب تاريخ طويل من النجاحات وهو عصام عبد الفتاح في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة. وما زال التحكيم المصري يعاني من العديد من الأزمات التي تبحث عن حلول منذ فترات طويلة ولكن لا مجيب. فالمستوى العام للحكام يبدو محزنا للجميع ولا يليق بمستوى مسابقة الدوري، رغم محاولات لجنة الحكام للحد من الأخطاء والمشاكل بتطبيق الحكم الخامس ولكن بلا جديد. فالأخطاء لا زالت واحدة، والأهم من كل ذلك أن هيبة الحكام ما زالت حلما بعيد المنال في ظل انتهاكات بعض مسؤولي الأندية والأجهزة الفنية علنا تجاه الحكام في ظل صمت تام من جانب اتحاد الكرة. وكشفت مباراة الأهلي وطنطا الأخيرة استمرار وجود أخطاء ساذجة من جانب الحكام رغم أنهم على أعلى مستوى في الساحة حاليا. فالحكم الدولي محمود البنا تغاضى عن احتساب ضربة جزاء واضحة للفريق الأحمر، ومن قبله حرم الحكم جهاد جريشة اللاعب النيجيري جونيور آجاي من تسجيل هدف في لقاء الأسيوطي بداعي وجود خطأ ضده. وما زال الجميع ينتظر وصول التحكيم المصري إلى سابق عهده ووجود حكام على أعلى مستوى قاريا أو دوليا، خاصة أن الحكام غابوا عن المحافل الدولية والقارية عدا جهاد جريشة الوحيد الذي سيشارك في مونديال روسيا 2018. طيب، ده يمكن تقرير عن مشكلة التحكيم في الفترة السابقة. كابتن عبد الستار، خليني اقول لك ان احنا اكيد كلجنة حكام وكابتن عصام عبد الفتاح بيحاول على قد ما يقدر حكاية ان هو يقلل الاخطاء التحكيمية او يقلل المشاكل دي. كانت السنة فاتت كانت موجودة بشكل كبير، فكرة الحكم الخامس، فكرة حكم الفيديو اللي اتعملت، يعني وجهة نظر حضرتك يعني هل ده كافي ان تعالج الاخطاء التحكيمية خصوصا هذا الموسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا فكره الحكم الفيديو اول ما اتكلمنا فيها او اللجنه اتكلمت فيها وهنعملها واعتبروه انجاز ونجاح للجنه الحكام، انا قلت ده عالم بتهرج، ناس بتهرج، ناس بتضحك علينا. نمره واحد، انا عشان يكون عندي حكم فيديو قاعد بره هيصور الماتش كام كاميرا؟ افرض النهارده انا بصور بالخمس ست كاميرات بتوعي اللي بصور بيهم اي مباراه في الدوري المصري، وجات اللعبه وما بانتش في وقفت الماتش كحكم واقول هروح للفيديو، ما دي الاشاره الرسميه ان انا رايح للفيديو، ويروح وما يلاقيش حاجه في الفيديو، يبقى ايه موقفنا؟ انا ما اعملش فيديو عندي الا ما يكون فيه كاميرتين خلف المرمى ده وكاميرتين خلف المرمى الثاني، يعني لا يقل عن 18 كاميرا توصل ل 24 كاميرا في المباريات عشان اقول عندي حاجه. فدي كان عمليه، فما كانتش بقى معاهم كده، قال لك نعمل بقى الحكم الخامس. ماشي، اعمل الحكم الخامس، لكن في النهايه اللي هيدي الحكم مين؟ اللي هيدي القرار مين؟ الحكم الساحه، الحكم الاول اللي هو حكم المباراه. انا بقول ان احنا عندنا احسن محاضرين، عندنا اقوى المحاضرين في افريقيا وفي الاتحاد العربي، لكن ان انا النهارده اروح اجيب حكام اوروبيين او بوساكا بمعنى اصح رئيس لجنه حكام الفيفا عشان يحاضر حكام مصريين اللغه العربيه ضعيفه عندهم، يجيب واحد يحاضر بلغه اجنبيه، التواصل فين؟ السنس بتاع اللغه ده، انا بقعد افهم الحكم او كانوا بيقعدوا يفهمونا واحنا حكام صغيرين باللغه بتاعتنا
وبنقعد 10 سنين على ما بنفهم. اجيب واحد بلغه اجنبيه، الهدف ايه؟ الهدف للي جابه مش للتحكيم. فارجو يعني بص كابتن برضو عشان احنا برضو نبقى متفقين، احنا لما بنبقى عايزين خبرات بنجيب مدرب اجنبي مثلا، ما هو بس لازم تحط معاه راجل مترجم بقى على اعلى مستوى وكده. وما نجحتش الا في النادي الاهلي على مستوى مصر كلها. احنا انا كلاعب اتدربت مع 4-5 مدربين اجانب، كان في مفقوده تماما التواصل بيننا وبين المدرب تماما، واسماء كبيره في عالم التدريب. ميسي اوفان كان مدرب الزمالك قبل ما في الستينات، قبل ما يدرب المحله، مستر باطا قبل كده، المجري قبل كده، الغزلافي تاني. كان في مشكله، مدربين في الملعب كويسين قوي لكن ما يعرفش يتواصل معاك. فجاه 4-5 لاعبين متخانقين معاه وماشيين، مفيش تواصل، الفكر ما مش واصل لينا. ازاي انا هاجي في القانون اللي اصلا كله لوغاريتمات عباره عن 17 ماده قد كده، بقالنا 50 سنة بنذاكر فيه ما احناش عارفين الوقت. يعني ما جبتش كابتن خبرات عالمية او عشان تدي الحكام محاضرات ممكن تكون عندك في الوطن العربي؟ ما احنا نيسر على نفسنا يا كابتن محمد. ماشي اوكي. نيسر على نفسنا، ما انت عندك جمال غندور، عندك مادي الشناوي، عندك ناجي جويني، عندك اساتذة كبيرة في شمال افريقيا اللي بيتكلموا اللغة العربية بتاعتنا. استفاد بيهم وناس كلهم على المستوى الدولي موجودين. انا لا بقول لك عبد الستار ولا بقول لك عادل، ولو انا بقول اسماء مش موجوده معانا، يجوا وهم اللي يتولوا هذه العمليه. لكن اجيب واحد يتكلم واجيب واحد يترجم له المعنى اتفقد في النص، هو عايز يقول ايه واللي وصل للحكم ايه، ايه الفايده بتاعتها، ايه الفايده بتاعتها، الفائده بتاعتها مش للحكم. طيب بس خالد، يعني برضو ما زلت بتكلم في جزئيه ان انا بقلل، واكيد لجنه الحكام مش محتاجه ان حد يهاجمها كل شويه، يعني ده وضع طبيعي ان انا في مكان حابب ان الامور تمشي بسلاسه وبسهوله، ولكن بيحدث اللي هم مش عايزينه. دائما بيبقى في اخطاء، دائما في مشاكل، وخصوصا لما بتبقى مع انديه كبيره زي الاهلي والزمالك واسماعيل اللي هي بتبقى الانديه المنافسه. يعني حضرتك بتشوف الوضعيه دي هتبقى، هل هتستمر بالشكل ده ولا الحلول لازم تبقى موجوده بشكل ما عشان ننتهي من هذه الجزئيه؟ اكيد طبعا هو حكم، والاخطاء دي موجوده مش حتى عندنا، دي موجوده في اوروبا وبنشوفها بشكل ما يعني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تعليق صغير بالنسبه اللي قاله الكابتن عبد الستار. طيب. انه حضرتك لما كنت بتمرن ما كانش لسه نزل في مصر مفهوم ان يبقى فيه مترجم مباشر متخصص مع المدربين او المديرين الفنيين. يعني كان موجودين بس لغه الكره غير لغه الترجمه. حاليا يعني حالياً في طبعاً المصطلحات بتاع كره القدم تسمع لحضرتك بتبقى يعني يا دوب لو حرفت سنه اداك معنى تاني. هو وضح حاجه كمان يا استاذ خالد، يعني هي نقطه التحكيم ممكن عشان قانون ولو شويه او بتبقى الى حد ما محتاجه ترجمه بشكل، لكن لعبه كره القدم انا بالنسبه لي المدرب ما هي لعبه يعني لغه عالميه. اللانجوش فوتبول، اللانجوش فوتبول موجود. هو ده اللي انا عايز اقوله. اللي عايز اقوله ان هو حتى الالفاظ يا كابتن اللي هي هتبقى في التحكيم العالميه، يعني رجل الشارع بقى بينطقها، بقت سهله النهارده تحديدا في الايام دي من كتر التحليلات التحكيميه. القضيه ايه؟ القضيه هل انا محتاج اجيب خبير عالمي هيضيف ليا ولا لا؟ اذا كنت انا محتاج يبقى لابد ان انا اوفر له كل السبل اللي تخليني استفيد. يعني لو انا في احتياج ليه يبقى لازم اتعامل مع اللي حضرتك بتقوله واخلق سبل باي شكل اللي تنجح حضوره. دي بقى يبقى لازم اجيب حد مترجم متخصص زي ما حضرتك بتقول، فاهم، عشان زي ما تقول يسهل. لان انا في فتره من فترات فعلا حضرتك قلته دي حقيقه، انه كان بيحصل تنافر غريب بين لعيبه ومدربين اجانب ومحدش فاهم ايه اللي بيقوله، لانه كمان ممكن يكون جاي بتعبيرات بالنسبه له في اوروبا مش عندي في مصر. لكن عشان احقق ده لازم اتعب شويه واوفر القصه. ايه برضه تاكيدا لكلام حضرتك، كان في مدربين في النادي الاهلي كانوا بيجوا بيختاروا
المترجم لازم يقعدوا معاه مره واثنين وثلاثه ويشوفوا طبعا هو متمرس في ويشوف المصداقيه بتاعته برضه هو هينقل صح ولا لا. صحيح. لان انت عارف في احيانا المترجمين بيستخدموا اهوائهم الشخصيه او بينفذوا تعليمات تمام. من بره وده بيرهق المدرب. المدرب برضه في ذهنه حاجه محدده لازم توصل زي ما هو عايز بالظبط. صحيح. لو جينا احنا بس يعني قصه التحكيم دي على فكره من يوم ما عرفنا الحكام يا كابتن هم بيغلطوا نفس الغلطات. هي القصه ايه؟ ان التكنولوجي هو اللي اتغير فاصبحت الدقه في اظهار الخطا عاليه قوي. بقينا نشوف كميه حاجات ما كناش بنشوفها لان زي ما حضرتك بتقول كنا زمان بنستخدم كاميرا او اثنين، النهارده بنستخدم 8 او 10 مع ان الوضع الطبيعي انك تكون حاطط مش اقل من 18 كاميرا فعلا عشان تبدا تبين مستوى بالظبط انترناشونال. فكل ما بتزود الكاميرات كل ما بتفضح الحكم. الاخطاء اربع حاجات يا كابتن خد بالك مهمين جدا. في خطا غير مقصود ده هنتكلم فيه، وفي خطا عن جهل برضه هنتكلم فيه، وفي خطا مقصود بس فيه مرتبط بالشخصيه اللي بيدي القرار اللي هو ايه؟ يبقى حاسب حسبه، احسبها ما احسبهاش، اطنش دي ما اطنشهاش. ده مخرج بقى. ايه؟ مخرج مش حكم. عندنا حكام كتير كده بيحسبوها. انا ما اعتقدش. انا اشوف انا ماشي اوكي. انا هسمع حضرتك. اتفضل اتفضل. بس انا بقول لك انه في حكم. انا اللي انا اقصده اوكي ما بعدلش على كلام حضرتك. لا. لكن انا كحكم وفي المجال ده بقالي اكتر من 40 سنه في مجال التحكيم لا مش موجوده. طيب. الحكم ولكن ممكن يكون رؤيته ضعيفه. بس انا فاضل هي دي الفوارق. استاذ خالد الفوارق الفرديه في الشخصيه بتؤثر على قراره. طب هكمل اتفضل اسمعك انت واحد بشكل متخصص. انا بتكلم نواحي عامه. تمام. انا بتكلم في عناوين بعيدا عن التخصص قوي. تمام. ليه؟ لان دي تركيبات شخصيه في ناس كتير في مجالات متعدده اللي انا بقوله ده. تمام. زي اخر خطا اللي هو الخطا المقصود المتعمد محدش يقدر ينكره. لا ممكن في يبقى في حكم متعمد مفيش كلام، وفي حكم زي ما بقول لحضرتك بيحسبها. انا بشوف حكام كتير في مصر بيحسبوه برغم ان انا اكتر واحد بدافع عن الحكام وبقول ان اخطائهم وارده، بس لما انا كمتفرج اشعر ان هذا الخطا عن جهل او غير مقصود او 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 او. ما هو الحكم زي اللعيب. ما في لعيب النهارده انت بتقول على رحيم ستيرلينج امبارح مرتين تحت العارضه وبيحط الكره من فوق. تمام حط الكره ده هو داخل وجول فاضي خلاص وبيحط الكره من فوق العارضه او من فوق القائم. القصه ايه؟ موهبه. تمام. في النهايه لازم تدور على موهبة وملكة خاصة في التحكيم زي ما بتدور على الموهبة في اللعيبة علشان تطلع منه حكم كويس، لكن انك انت هتصنع حكم استحالة. انا معاك استحالة. طب سعد يعني هل استاذ خالد بيتكلم على الخطأ المقصود، هل ممكن يبقى في حكم يوصل لمرحلة ان هو يبقى قاصد؟ هو بس الأول بيضيع طبعا تاريخه ومستقبل تحكيمه ممكن يبقى موجود؟ في البداية بس انا حابب بس بعد إذن حضرتك ان انا أبارك للتحكيم المصري في اختيار جهاد جريشة ممثل التحكيم المصري في مونديال 2018 بروسيا. تمام. وزميله ابراهيم نور الدين هيكون موجود في كاس امم افريقيا المحليين بالمغرب برضه 2018، وده يعتبر نجاح للتحكيم المصري. جميل جدا. استاذ خالد قال حاجه جميله انا هبدا منها، قال التطور والتكنولوجيا. ماذا قد التطور التكنولوجيا في لعبه كره القدم متمثل في اللعيب والمدرب والاداري. ماذا قدمت للحكم من تطور تكنولوجيا علشان يقدر يواكب تمام ما يحدث في كره القدم. اوكي. عايز تاخد تحكيم ازاي وانت النهارده اقل عنصر في المنظومه تمام دخلا هو حكم كره القدم. نمره واحد. نمره اثنين، هناك حكم مصنوع وحكم موهوب. موهوب الموهوب هو خلاص هو موهوب فطرته، وكابتن عبد الستار طبعا هيعيدني في هذا الكلام. والمصنوع اللي بتحاول اللجنه من خلال اللجنه المتعاقبه انها تحاول تدي له مباريات كثيره عشان يقدر يكون بيوصل ما مش هيوصل للموهوب لكن هيبقى ايه قريب منه. نرجع بقى للخطا. تمام. لا يوجد حكم في مصر بعد اذنك. تمام. بيخطا خطا مقصود، لكن هي الفوارق الفرديه في الاستيعاب. الفوارق الفرديه في الاستيعاب هي اللي بتفرق بين حكم بيقدر في الملعب ياخد القرار واخد بال حضرتك القرار الصائب الصحيح، وحكم بيتاخر في اتخاذ القرار بدليل
ان احنا عندنا اكتر من مشكله بتحصل في المباريات من ايه؟ يقول لك الله سرعه التلبيه. حضرتك النهارده كابتن عبدالستار، كابتن جمال غندور، كل الاخوه الاعزاء الكبار اللي هم بيحللوا المباريات وانا واحد منهم، بنعمل ايه؟ بنعيد اللعبه مره واثنين وثلاثه، وعندنا مبدا في التحكيم ان انا لما بعيد لعبه مره واثنين وثلاثه بقول الحق في فوز في شايف الموقف عامل ازاي؟ بقدر اوصف وبقدر احلل اللعبه. الكابتن عبدالستار يمكن يأيدني في هذا الكلام. انا عايز اقول لما يكون في لعبه مختلفين فيها، خطا قرار خده الحكم تمام والمحللين مختلفين فيه، يبقى احنا مع الحكم. لكن النهارده عشان نحل المشكله دي يا استاذ محمد تمام، يا كابتن محمد وانت لعيب كوره كبير تمام وناقد رياضي زي استاذ خالد موجود معانا ورمز زي كابتن عبدالستار، لازم نقول ماذا يحتاج التحكيم المصري لتطويره. هو ده اللي احنا المفروض نناقشه النهارده، ماذا يحتاج التحكيم المصري لتطويره. التحكيم المصري يحتاج، مش مشكله ان احنا نصيرها برضه، يحتاج. انا بقول لك انا لسه كان السؤال استاذ خالد احنا عايزين ايه عشان نقلل الموضوع، يحتاج كثيرا لتطويره. اولا التحكيم المصري يفتقد الحمايه، معلش الموضوع ده موضوع كبير، الحمايه تمام غير متوفره للتحكيم المصري. الحمايه من مين؟ ايوه تمام، الحمايه من الدوله، والدوله ممثله في وزاره الرياضه واتحاد الكوره. لا معلش تاني. انا فاكر حمايه من الاعلام مثلا. لا 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 لسه 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 حمايه من الاعلام. لا 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 ما هو مفيش حمايه من لا بيتكلم في حاجه وبيتكلم في حاجه. لا مفيش حمايه من اتحاد الكوره. هو ايه هو بيقصد مين يحميه وانت بتقصد مين يحمي مين؟ لا مين يحميه ومين يسانده تمام. طب ويحميه وعايز لك من مين؟ يحميه من بطش الاعلام، من بطش الاجهزه الفنيه والمسؤولين بالانديه تمام. انا فهمتك غلط يا عادل. لا انا فهمت انك انت مين يحميه من اتحاد الكوره. لا لسه لا. تمام واخد بالك تمام. لسه انا هقول ما هو في حاجه، ما برضه ما بكون ما فيش حمايه من اتحاد الكوره يبقى انا برضه محتاج ان اتحاد الكوره يساندني. ما هو برضه ما فيش حمايه من اتحاد الكوره. انا عايز حضرتك مسؤول في نادي او مدير فني في فرقه تمام، طلع اتحاد الكوره قال النهارده الكابتن محمد فاروق مدير فني نادي اكس النهارده هو النهارده تجاوز مع الحكام، احنا هنوقفه شهرين. ما حصلش، ما فيش الكلام ده. رئيس نادي تجاوز مع الحكام وعمل، ما فيش الكلام ده. فالنهارده الضغوط التي تعرض لها الحكام في الفتره الاخيره هي احد اسباب وزاره الرياضه اهتزازهم. لا 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 وزاره الرياضه مالها؟ ما هو لا 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 في اتحاد الكره. لا اتحاد الكره لا هو المسؤول عن اللعبه. كابتن محمد الكلام ده انا مسؤول عنه. اتحاد الكره لا يجرؤ انه يحاسب رئيس نادي. صحيح اتحاد الكوره لا يملك. بس سمعت في تاريخ ولا يجرؤ في تاريخ عمرنا كله ان اتحاد الكوره حول رئيس نادي بس لوزير الشباب؟ لا ما فيش. او وزاره الشباب؟ ما فيش. ما حصلش. حصلش. ورغم هي رغم ان اللوائح اللي بيتكلم عليها استاذ خالد هي دي المفروض يحصل كده، ما فيش الكلام ده. النهارده الحكم بينزل ماتش بعد اذن حضرتك. يعني ايه النهارده يا استاذ كابتن محمد اقول ان انا مش عايز ما يحكمليش عادل وعبد الستار محافظ الالقاب وخالد ومحمد وحسن وحسين الاربعه دول ما يروحوش النادي ده وخلاص ما يروحوش النادي ده؟ لا، منظومه التحكيم محتاجه اعاده صياغه، محتاجه تاخد مكانها بشكل افضل من كده. يا استاذ يا كابتن محمد الحكم هو الضحيه في هذا في في في, في الحديث ده النهارده. الحكم هو ضحيه، هو ضحيه لجنه الحكام، ضحيه اتحاد الكوره تمام، ضحيه الاجهزه الفنيه ومسؤولين بالانديه ومسؤولين في الرياضه المصريه. المفروض الحكم ده يكون عنده كيان فيه هبه. لجنة الحكام واتحاد الكرة لابد ان تحافظ على الهبة وكيان الحكم. ما بيحصلش الكلام ده كله. فبنزل الملعب ببقى انا عارف ان نادي الاهلي، انا اسف طبعا، لو خسر انا مش هلعب، مش هحكم نادي الاهلي على الاقل ماتشين ثلاثه او موسمين ثلاثه. اوكي جهاد جريشة هكمل دي هكمل دي. لا مش الاهلي خسر، مش زمالك، لسه هقول لك اهو. جهاد جريشة من يوم ماتش فني ما عنديش مشكله، لكن بشغل يكون تحكيمي النادي دي المشكله. اوكي النادي جهاد جريشة اخطا في الزمالك والمقاصه يا كابتن عبد الستار في 3/3/2017 حتى الان، والى ان يتم ذهابه لكاس العالم مش هيحكم نادي الزمالك. ليه؟ اديني معلومه. يعني النادي ماله؟ مالها؟ ما انا بقول لك ليه؟ ليه؟ في رجل التحكيم، في كابتن عصام الفتاح مثلا هو المسؤول، في اتحاد الكوره المسؤول. انا كابتن عصام الفتاح كابتن عصام الفتاح بيحاول يوفر للاتحاد الكوره. خلي بالك انا بتناقش على عصام الفتاح. عصام الفتاح اول المخطئين عشان بس احنا متفقين، لان التحكيم مش محتاجين، التحكيم الحكم مش محتاج مسيم بوساكا ولا محتاج على الطرف السعودي. التحكيم محتاج عداله. فانت النهارده لما يكون في عندك عداله بين حكامك هتقدر الحكام تدي، هتقدر الحكام تتعامل مع الموضوع مع التحكيم بحب. مفيش الكلام ده. عدم وجود العداله اوكي دي حاجه. الحاجه الثانيه كابتن عبد الستار كان موجود في لجنه الكابتن محمد حسام رحمه الله عليه 99 2003 تمام، وكانوا بيطبقوا نظام ان 15 حكم او 12 حكم يديروا الدوري الممتاز، وكانوا المسؤولين احد الحكام
المسؤولين في الوقت الحالي كانوا هم حكام في هذا الجيل، هم زمايلي كابتن عصام عبد الفتاح وعز الحجاج وجي كانوا مستائين من هذا السيستم. النهارده هم بيطبقوا، ما بيعملوش كوادر. صح يا كابتن عفستار؟ مفيش كوادر طالعه، انت ما تعملش كوادر، ولذلك تلاقي ابتكار الحكم بيعمل اخطاء. طيب واحنا بنتكلم كابتن بس عشان نبقى متفقين، كابتن عصام فتح لي حق الرد في اي كلمه ممكن احنا بنتكلم طبعًا. تكون مثلا ضد لجنه التحكيم والاسلوب اللي ماشيين بيه في الوقت الحالي بالنسبه لاداره التحكيم في مصر. كابتن عفستار واحنا بنتكلم الحمايه اللي كابتن عادل اتكلم عليها، استاذ عادل طبعا، الحمايه المفروض تكون عامله ازاي بالنسبه او من لجنه التحكيم، لجنه الحكام، ايه اللي المفروض يقدموه عشان الحكم ده يبقى نازل واثق ان مفيش مشكله حتى لو اخطا مثلا، وارد يبقى الامور بالنسبه له شيء عابر فقط لا غير والامور تستمر ويبقى موجود كحكم لنفس النادي اللي هو مثلا اخطا في حقه. هقول لحضرتك يا كابتن محمد، انا حكمت ماتش من الماتشات في التسعينات، مراقب المباراه كان عضو لجنه حكام رئيسيه، دخل اوضه اللبس اقسم بالله هذا حصل، قال لي شرفت التحكيم المصري وبسني وحضنني اللي هو فؤاد شفيق ده رحمه الله عليه. تاني يوم لقيت بيقول لي يا عفصار بس في غلطتين عندك، قلت له امبارح ما كانش فيه ليه؟ ما قلتليش على يوم ليه يا فؤاد بيه؟ قال لي ما انا ما شفتهمش في التلفزيون. قلت له كتبت تقريرك امبارح ولا النهارده؟ قال لي لا هكتبه بعد ما اشوف التلفزيون. يعني بيغلطني. فانا كنت رايح اودي تقريري تاني يوم الاتحاد يعني، فطلعت اللجنه فوق لقيتهم قاعدين ومشغلين الماتش وبيراجعوه، وقال لك هنقدم تقرير لمجلس الاداره عن ادائك في الماتش ده. طب ماله مجلس الاداره؟ دخلوا ايه في مجلس الاداره في اداء حكم في ماتش ده؟ انا حكم. قال لي لا الكلام ده هتوقف عليه. قلت له موقفوني، السلام عليكم، ومشيت. بعد ما وصلت بيت ما كانش فيه بقى موبايلات ولا الكلام ده، لسه في التسعينات يعني 95 96. كلمني الكابتن مصطفى كامل منصور رحمه الله عليه رئيس لجنه الحكام في وقتنا، قال لي عبد الستار عندك ماتش كذا وكذا بكره. انا ماشي وانا موقوف. قال لي عندك؟ قلت له يا مصطفى ما اناش موقوف. الناس قالوا لي انت موقوف، قالوا لي لا 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 سيبك منهم، دول كان مضغوط عليهم من الاتحاد. دي الحتة اللي بقول لك عادل عليها، ان بيبقى في ضغوط من الاتحاد، ان الاتحاد لو قوي ما يهموش اي حد، اي حد لا كبير ولا صغير، شغله وهو اول سند للجنة الحكام مجلس ادارة اتحاد الكورة. صح. طول ما مجلس ادارة اتحاد قوي لجنة الحكام قوية. وده انا عشتها مع اللواء حرب خمس سنين مفيش مخلوق يهوب من لجنه الحكام لدرجه عضو مجلس اداره طلع فوق يطلب حكم معين عرف في الاجتماع مجلس الاداره كاد ان يطرده من الاجتماع، كاد ان يطرده من الاجتماع. مين؟ معلش وقت مجلس اداره بقى مش لا مين كان؟ لو حرب. ان ليه تطلع انا المنسق او المشرف على لجنه الحكام من مجلس الاداره مش اي حد تاني، طالع ليه تتكلم على حكم يشيلوا حكم ويحطوا حكم؟ يعني اللي هيعملها تاني مش هيبقى هنا، وهطلب من وزير الشباب انه يشطبه، وهعمل 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 وهعمل. مشينا اربع سنين اللي هو حرب فيها كان رئيس الاتحاد، مفيش حد جه ناحيه لجنه الحكام، ومفيش حصل مشكله في لجنه المسابقات اربع سنين تمام قضيتهم مع اللواء حرب. وبعد كده اللواء حرب الله يمسيه بالخير ويديله الصحه يا رب مشى. بعد كده انا قعدت سنه مع الكابتن محمد حافظ لما كان رئيس لجنه، ما كملتهاش واعتذرت ومشيت. فهنا الاداره هي اللي بتديك القوه. تمام. ما حدش بيقول لك لا حاسب بلاش، لا ما تدوس على ده، لا ما تعملش، لا ما فيش. انت بره في الاتحاد الانجليزي اللي هو ام الكره العالميه في اختراع الكره، في حاجة اسمها اتحاد كرة القدم الإنجليزي، في حاجة اسمه اتحاد الحكام. اتحاد الحكام ده كل ارتباط الاتحاد الإنجليزي باتحاد الحكام جداول المباريات اللي اتحاد الكرة الإنجليزي بعتها لاتحاد الحكام فقط.
وليس له أي سيطرة على لجنة الحكام ولا الحكام ولجنة الحكام اللي تحدد بدلات الحكم وطريقة مروح المباراة وكيفية وصوله للملعب على أساس ما يسيبش للحكم أي مشكلة. احنا لغاية النهاردة الحكام بتلاقي مشاكل في دخول الملعب مشاكل بس دي مشكله تنظيميه خليني بقى للاسف مشكلة للاسف أكتر يعني. ما انا بقول لحضرتك الاتحاد اللي بيعملها ممكن يحلها. خليني بس اتفضل دلوقتي احنا اتكلمنا كابتن الكابتن والكابتن طبعا تعرضوا لما هو خلف الستائر. الكلام ده طبعا انا ما اقدرش افتح بقي فيه ولا اناقش فيه لان انتوا اكثر مني ضرايع ويعني تعمقا فيه ومتابعه تاريخ وحاضر ومتابعين وعارفين ان دي مشاكل موجوده، لكن لازم نتفق على حاجتين مهمين جدا. ان الامور دي تاني بتحصل في كل مناحي الحياه وفي كل المجتمعات وفي كل المؤسسات. ممكن يبقى برضو عندي انا في العمل الصحفي ممكن يبقى في رئيس تحرير ضاغط على المحررين ومضايق المحررين وسكرتاريه التحرير والمخرجين وكله مضايقهم. لكن مش ممكن يبقى رئيس التحرير مضايقني لما ننزل الميدان عشان اغطي حدث معين اتاثر بموقف رئيس التحرير والخبط في شغلي. اللي حضرتك بتقوله ده كلام مظبوط مش هتناقش فيه، لكن ما علاقه هذا بان حكم في الملعب بثقافاته وشخصيته وتركيبته اللي هو اول ما بيحط رجله في الملعب بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بيرمي كل المشاكل والخلافات والازمات والمضايقات ورا ظهره وبيبدا يبص للملعب للمباراه 90 دقيقة سين وصاد بيلعبوا قدام بعض في قانون وفي لائحة هطبقها لا علاقة له على الإطلاق بعدالة رئيس لجنة التحكيم ولا بأي حاجة. ترجع بقى زي ما أنت حضرتك قلت الفروق الفردية والشخصية والتركيبة والخبرات الإعداد النفسي للحكم. لكن أستاذ خالد ماشي هو الفيصل في الجزئية دي تمام إن تمام. أنا إزاي كحكم أنزل الملعب وأرمي كل شيء ورا ظهري وأقول لنفسي جميل أنا الملك جميل هو ده أنا النهاردة ده الملك ده أنا بتكلم فيه يا كابتن النهاردة يعني إيه أنا الملك يعني أوه. النهاردة لو حد عايز أنا اللي معايا صفار يدخل في شغلي هرفض لو حد جه قال لي عدل من كذا هرفض ال 90 دقيقة دول بتوعي أنا بقى اسمه كتب. إعداد نفسي اتفضل جميل وده جزء جميل. مفقود إلى حد كبير في إعداد جميل. الحكم بس بدني وفني بس من المؤكد إن هو نفسي. هو نازل برضه أكيد بيتقال له كلمتين شوف مش كفايه بيتقال له هو لو هو نفسه تركيبته الشخصيه مش مؤهله للتعامل هيقع يعني انا ايه الحكم دلوقتي بيقرا الفيسبوك قبل ما ينزل اه طبعا ودي كارثه وبيتاثر طبعا انت لازم تكون يا كابتن الحكم بيعد نفسه يا استاذ خالد بنفسه يعني برضه حضرتك انا عايزين بس نضيف على دي ان الحكم بيعد نفسه بنفسه يعني الحكم مسؤول عن اعداد نفسه بدنيا تمام وبيثقف نفسه فنيا في ندوات تحليل بس تحليل اداء لكن الحكم النهارده هو مسؤول عن كل حاجه انت بتشوفها قدام حضرتك في التلفزيون في الملعب هو بيعد نفسه بنفسه انا لو وده برضه معلش ده عوار في المنظومه بعد اذن حضرتك بص كابتن عادل الكابتن عادل موجود اهو في جميع المعسكرات يا كابتن عادل اللي كان موجود فيها كابتن محمد حسام رحمه الله عليه كنت انا النائب بتاعه في اللجنه هل في معسكر تم بدون موجود طبيب عيادات نفسي محاضره في البرنامج يا جماعه بيجي يعني عايز ارجع بيجي عشان يقول لي للحكم انت تروح الماتش ازاي ماشي أوكي. وتجهز نفسك قبل الماتش بيومين ازاي انا بس عايز وتعمل ايه ملوش دعوه بالتدريب ملوش دعوه انا كل ده دي مهمه جدا يا والله انا موافقك عليها مليون في الميه يا كابتن عشان انا بقابل الضغوطات بتاع الفيسبوك ماشي وخلافه طيب. انا خد بالك بقى عشان انا هقول حاجه وارجع لنقطه قلتها وتم الاعتراض عليها من الاول ايه علاقه ده بان حكم يقف يبقى شايف قدام عينيه في 90 دقيقه أربع ضربات جزاء واضحة وضوح الشمس قدام عينيه كده وما يحسبش ولا واحدة فيهم. ما علاقة هذا بالإعداد النفسي؟ هو ده ولا بالفيسبوك؟ ولا بالشخص؟ هو ده الراجل ده أنت يعني اتبرمج إنه مش يحسب ضربات جزاء مش عايز يشوفهم؟ معرفش. ثم نرجع بقى للنقطة اللي أنا قلتها في الأربع حالات اللي أنا قلتهم يا كابتن وتم الاعتراض عليهم. لا ما اعترضنا على المقصود خطأ المقصود انا هقول حاجه المقصود انت ما بس برضه انت ما رديتش عليا انت ما رديتش على المقصود وبس ممكن حكم يبقى عايز يعمل كده اطلاقا لا هو رد وقال ده اطلاقا لا اطلاقا انا بقول ممكن دي اراء انا بقول ممكن اللي انا كنت بقوله من ضمن الاربع حالات في اللاوعي الاربع حالات اللي هو ايه اللي هو بحسبها اللي هو نازل واخد قرارات مسبقه مش ان انا هظلم لا ان انا هبقى ايه
ابقى مع النادي الاهلي، ابقى مع نادي الزمالك وعادي، ولا اقف ضدهم في بعض القرارات؟ عشان دول هيزعل مين ولا يزعل مين؟ هو ده دي بتبقى حسبه يا كابتن. شوف بقى تقصد. هات الجميع الحكام واسالهم، هيقول لك كده. لا مش هقول بس هتبقى جواه. انا معاك، انا اتكلمت مع حكام كتير على فكره عشان بس كلامي يبقى، وعارف ان في حكام بيتقال لهم، وعارف ان في حكام بيقول لهم الماتش ده لازم يتظبط. عندي في الاعلام، مش عندي في الجون، عندي في الاعلام بيتقال احنا مع فلان او ضد فلان، او اضغط على فلان، او ريح فلان، او علي لي ده، او نزل لي ده. يتقال للحكم، ده بيحصل، يتقال للحكم. طيب وبيتقال للحكم طيب. ويروح يحكم المباراه. خلينا كابتن عصام بس اشوف كابتن عادل. كابتن عادل، هل في كلنا عندنا انتماء في لحظه الحكم بالذات لما يبقى عنده انتماء ده ممكن ياثر عليه في المباراه؟ اطلاقا برضه. ما هو بص، انا عايز اقول لك جزئيتين مهمين قوي. خلي بالك، ولا خطا مقصود ولا في اهلي ولا زمالك. راجل جميل لا لا جدا لا جدا والله. بتكلم حقيقه، انا بتكلم من خلال شخصيته هو. بتكلم حقيقه عشتها على مدار سنوات عمري، على مدار سنوات عمري تمام. وطبعا يعني من حسن الطالع ان كابتن عبد الستار موجود معانا. انا بقول لحضرتك مفيش حكم تمام اولا بيخطا خطا مقصود، اوكي، ده موضوع منتهي لازم نتفق عليه. الجزئيه الثانيه، اهلي زمالك، انا ممكن احب الاهلي او الزمالك او الترسانه او الاسماعيلي اكتر من نفسي، اكتر من اسمي كحكم، اكتر من كياني اطلاقا. فالكلام ده مش موجود. انا عايز اقوله بقى، يمكن انا طبعا كل التقدير والاحترام للاعلام، وانا واحد انضميت للكتيبه دي تمام، لكن في الصحافه فيما هو اهلاوي يا كابتن عبد الستار، وفيما هو زملكاوي، وفيما هو الم اهلاوي والم زملكاوي والم ترسانوي، وفيما هو موجه تمام سواء للاهلي او للزمالك او للاسماعيلي، وهو ده اللي بيظلم التحكيم. لكن التحكيم في مصر يا جماعه لازم نتكلم الاول، قبل التحكيم بيحتاج اعاده هيكله. كابتن عبد الستار قال حاجه جميله، وكابتن خالد صدع عليها دلوقتي. قال ايه؟ قال لك بقعد احسبها. هو بيحسبها، كابتن محمد بيحسبها ليه؟ بيقعد يحسبها ليه؟ لانه عارف النهارده ان لما النادي الاهلي يتغلب هو مش هيلعب للنادي الاهلي تاني، وعارف لما الزمالك يتغلب هو مش هيدير للنادي الزمالك تاني. تمام؟ من جاي الاحساس ده منين؟ مهما كانت شخصيته بقى، معلش احنا بنتكلم على بني ادمين وعلى بشر، مهما كانت شخصيته بيجي له احساس منين يا كابتن عبد الستار؟ اتحاد الكوره، خالد، باتحاد الكوره يا جماعه، مش من الاعلام بقى. باتحاد لا، والاعلام جزء، لا اتحاد الكوره اكتر، اتحاد الكوره اكتر، والاعلام احيانا بيتدخل. لكن لو اتحاد الكوره وقف يا فندم، الاعلام يتدخل ضد الاعلام، هو ده مش هيهمه. هو ده، برافو عليك يا كابتن، هو ده. لكن بقعد احسب النهارده، انا بدي حضرتك امثله، النهارده احنا في الجوله 13 تمام. انا بتكلم، طب ابراهيم نور الدين لم يدير لماتش المباراه الاهلي ولا الزمالك، وهو من افضل حكام في مصر. جريشه لا يدير ماتش الزمالك حتى الان. يا جماعه ليه؟ ليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه الكلام ده؟ لا، لازم الكلام ده يعاد هيكلته. ازاي؟ الجزء بقعد افكر انا النهارده لازم. السؤال يا كابتن عادل في الجزء دي، مين اللي خايف؟ الحكم اللي خايف ولا اللجنه اللي خايفه تلعبه؟ الاثنين يا سعاده الرئيس. يعني الاثنين؟ الاثنين يا كابتن ستار. الحكم ما يخاف خلاص. الاثنين خلي بالك، انا الحكم يخاف خلاص. بقول لك يا نجم، بعد اذن حضرتك قوتك على الكرسي ده وانت على المنبر ده يا كابتن محمد نبعه تمام من اداره اولا من شخصيه محمد فاروق، ثاني من اداره القناه. لما ما حدش بيقول لك ايه قول ايه وما تقولش ايه، صح يا كابتن محمد؟ ما دام ما حدش بيوجهك تمام قول ايه وما تقولش ايه، وما ينفعش نعمل كده تمام، انت هتعمل ايه؟ هيبقى قلمك. كابتن خالد واحنا جايين في العربيه قال لي حاجه جميله قوي، قال لي بقعد ساعه ونص تمام وانا بكتب مقال عشان اختار بعض الجمل اللي انا فيها ما بقاش ولا مع ولا ضد تمام، صحيح. ولا اجرح حد بحساسيه جدا. جاله منين الكلام ده؟ منين؟ من خبره تمام، وهو عنده رؤيه ولا يرضى ان يملي عليه احد تمام اي شيء اي هوى، صح؟ الحكم بقول لك يا استاذ كابتن محمد، كابتن محمد الحكم بيطلع يتحلل، بتتحلل اللعبه على حسب علاقه المحلل بالحكم. البرنامج ايوه 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 لا ايوه انا 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 يا جماعه انا بتكلم فعلا لان جوايا. طب انت خليتني اروح لحته بقى مهمه جدا. اتفضل يا فندم. يعني تحليل التحكيم في التلفزيونات دلوقتي بقى عامل سلبي للحكام؟ طول ما هو طول ما هو يعني بيتم انا كحكم مثلا بقى بيتم بروح اشوف الناس هيقولوا عليا ايه. طول ما هو بيتم بهوى بيبقى عامل سلبي. انما النهارده حضرتك بتشوف اللعبه مش عارف مين الحكم والفريقين مين. كابتن عبد الستار كان لازم يدي فيها ضربه جزاء، خلص الموضوع. بتعمل ايه؟ لو اللي بيحلل ده واخد بال حضرتك هو بيضع نفسه مكان الحكم في البوزيشن بتاعه في المكان ده وفي الوضع ده في القرار، اوكي، هيبقى قراره سليم. انما اللي بيحلل يقول لك لا ما كانش، لا لازم بص ده زاويه رؤيه، واخد بالك 100 مبرر. اقول لك حاجه ثانيه، لجنه الحكام بتدافع عن حكم وعن اخر تمام. طبعا اللجنه الفنيه ماليش دعوه باللجنه الاداريه، عزب والناس دي وكابتن، لا الناس شغالين عاملين منظومه اداريه كويسه، لكن على حسب برضو
انا الحكم ده عايزه ولا لا. النهارده يا باشا لما خلص عليه مثلا لا 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 في حاجه تانية اقول لك، حاجه تانية اهم اقول لك، حاجه تانية اهم. النهارده في معايير ورولز بتوضع في اللجنه، كابتن عبد الله عارف الكلام ده. لما يا استاذ خالد لما الحكم يخطا خطا يؤثر في نتيجه المباراه، المفروض ان هو يتم ايقافه شهر او مساعد يبقى شهرين. اوكي، هذا الكلام يطبق على حكام دون الاخرين، فانت هتنجح ازاي؟ تمام. طيب خلينا نروح لفاصل ونشوف برضو بعد الفاصل راي جمهور في التحكيم المصري، ونرجع نكمل كلامنا، لان فريق اعدادنا محضر بعض الاخطاء اللي ممكن تكون غريبه ومؤثره كمان في بعض المباريات، هناخد برضو راي ضيوفنا فيها. التحكيم بشكل عام السنه دي مش لا محتاج شغل جامد قوي من اتحاد الكوره ان هو يسلط الضوء شويه على التحكيم، لان بجد متعه لعبه كره القدم في كون ان في حكم، في قاضي في وسط الملعب، بتحس بالامان فيه. لكن لو ما حسيتش بالامان مع القاضي اللي في وسط الملعب مش هتحس بمتعه كره القدم. بيقول لك الاهلي بيكسب بالحكام، ازاي الاهلي يكسب بالحكام؟ احنا لولا الحكام اصلا ما فيش فريق يقف قصادنا. الاهلي فريق كبير، فريق عظيم. كلمة صعبة أقولها لهم يعني بصراحة، يعني تقول لا في نفسكم الأول وبعد كده فينا. عارف إن عندكم أول حاجة النادي، إن الاتحاد ما بيديش فلوس، عارف إن في ظلم عليكم من المنطقة أو المنطقة اللي أنتم بتلعبوا فيها، عارف إن الجمهور برضه مسبب أزمة كبيرة ليكم، بس المفروض دلوقتي إن مفيش جمهور، فالموضوع خالص يعني سهل للتحكيم. بس المشكلة برضه ما تخاف يعني تقول كلمة كده هم يزعلوا منها. التحكيم طول عمره يعني يجي مثلا زي نادي الزمالك، المفروض ان ده نادي كبير، بيقول لك الاهلي مش عارف بيكسب بالحكام والاهلي مش عارف ايه، بس ما فيش الكلام ده. بالعكس الاهلي ما بيكسبش بالحكام خالص، الاهلي لو بالحكام الاهلي مش هياخد حاجه خالص، زي ما شفنا في كاس افريقيا اللي فات ده اللي كان في المغرب، نفس الكلام برده بسبب التحكيم. في الدوري برده نفس الكلام، يعني تقريبا زي ما بيحبوش النادي الاهلي اساسا، او ما بيحبوش يشوفوا له بطوله او حاجه كويسه. مباراته مع الاهلي كان الماتش بتاع طنطا الاخير دوت، كان فيه التحكيم كان يعني سيء بصراحه، ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش، وفي كام كوره برده كان المفروض الحكم يحسبهم، التحكيم سيء بصراحه. لجنه الحكام مفروض يعني الحكم اللي هو يصلح للمباراه تحطه، تختار الحكم الصح، اما الحكم اللي هو مش صح ما توديه بقى اي مباراه ثانيه او اصغر، او تشيله خالص من لجنه التحكيم، وربنا يوفق الجميع يا رب. دايما الاهلي دايما مظلوم تحكيميا، ومحدش يعني الاعلام بصراحه بيضغط على حاجه زي كده. لما تحصل ضربه جزاء طبعا للاهلي بتبقى مثلا مش واضحه قوي، فاسميه طبعا كل بيقول لك الحكام الاهلي جاي، التحكيم جاي مع الاهلي طبعا والكلام ده. فانا شايف طبعا حضرتك ان احنا اتظلمنا في الماتش اللي فات طبعا، واتظلمنا طبعا، ونتيجه سلبيه اثرت على نتيجه المباراه طبعا. اهم حاجه القوانين اللي بيحطوها، يعني لما الحكم محمود البنا في الماتش الاخير بتاع الاهلي قال لك انا شفته وهو الكره جت في لمسه في ايد المدافع بتاع طنطا بس عن طريق زميله مش عن طريق بتاع الاهلي. طب ازاي؟ بالعقل. لا لا هي لمست وخلاص. هو التحكيم كويس في مصر، بس يعني يشوف الماتشات بره بتتحكم ازاي ويحاولوا يعني يطوروا من نفسهم شويه. احنا عايزين حقنا، يعني مش ان هو يجاملنا او كده، هو ما بيديناش حقنا كتير في بعض اوقات كتير اهو. الدوري المصري والله انه ظلم، يعني التحكيم ظلم، خاصه في الاوائل الاخيره، المباريات الاخيره تاني، يعني تحكيم ما يرضى لها، يعني خاصه في هذه الايام في المباريات الاخيره تاني. يمكن رأي جمهورنا في الأخطاء التحكيمية، يمكن الملف بعض الأخطاء اللي كانت موجودة سواء الموسم ده أو الموسم الماضي، في أخطاء تحكيمية ضد الأهلي وفي أخطاء تحكيمية موجودة في جميع المباريات، سواء بقى كان للزمالك، سواء للإسماعيلي، المولين، النصر، يعني موجودة حالات عامة موجودة بالنسبة
الاخطاء التحكيميه منذ العام الماضي. كابتن عبد الستار، لو عندك تعليق على راي الجماهير في الجزء التحكيمي هذا الموسم كمان. لا طبعا كل الكلام كلام جماهير، كلام منطقي وكلام في محله وكلام ما حدش يقدر يعترض عليه، لكن انا عايز اقول على شيء، هو لن تنتهي اخطاء التحكيم ما دام هناك كره قدم. ولكن بنقف عند ايه يا كابتن فاروق؟ بنقف عند احتساب ركله جزاء، احتساب هدف، طرد لاعب، الغاء مباراه، ديت القرارات المصيريه في نتيجه المباراه. تمام. عندما يكون هناك حالات تستدعي احتساب حاله من الاربعه دول ولم يحتسبها الحكم، هنا بنبدا الكلام، لان ديت القرارات المؤثره على نتيجه المباراه مباشره. بالظبط. لما تتكرر الاخطاء ديت يبقى في عندنا مشكله لازم نتكلم فيها. لو ما اتكلمناش يبقى الاخطاء هتستمر وتزيد. ليه بقى؟ الحكم اللي لسه بيتعلم شاف الحكم اللي هو اخطا في الماتش اللي فات ولقوه بيلعب الماتش اللي بعده، يبقى النهارده يقول لك الله ده عشان ما حسبش دي ضد فلان لعبوه. طب ما نعمل انا كمان كده. طيب انا عايز اخد رايكم يا كابتن ستار واحنا بنتكلم. بس كابتن اول سؤال ممكن عشان سريع. انا طب اتفضل، بس انا عايز وانتم موجودين مهم جدا، لان كابتن عصام عبد الفتاح امبارح دخل معايا هنا في مكالمه وقال لي انها مش ضربه جزاء. ماشي، عشان بس ايه وانتوا حضرتكم بتحللوا وهاخد رايكم طبعا مهم جدا. وكابتن عصام قال لي ان في قانون، او هو بيتكلم الكوره جايه من زميل. هم يتكلموا بقى في حته القانون دي. ماشي يعني، فهاخد رايك كابتن عبد الستار في هذه اللعبه وهذا الموقف من مواقف الكوره في ال 18 وحاله الاشتراك دي اللي جت في ايد اللاعب ولكن لم تحتسب ضربه جزاء نتيجه ان في تبرير ان الكره يعني بشكل معين جت بشكل معين والوضع التشريحي بشكل معين في الهواء، امور كثيره جدا طبعا حضراتكم اعلم مني بيها ك يعني خبير تحكيم يا كابتن. شوف يا كابتن محمد، شوف الكره لما هتتعاد قدامنا تاني، اللي لعب الكره بالراس لعبها ايده فين؟ واللي ما لعبهاش براسه ايده فين؟ ده الوضع التشريحي. عشان اولا انا اشك ان الكابتن عصام قال ده جايله من زميله، يعني معنى كده لان ده ما جاش في القانون. انا اشك ان هو قال كده، لان لو قال كده تبقى موضوع تاني. هنا الراجل اللي هو بيلعب الكوره اللي هو اللاعب اللي هو على ايدينا اليمين ده، لما لعب الكوره لعب الكوره هيطلع فوق اهوت ويلعب الكوره. شوف حضرتك لعب الكوره، ايده لم تتخطى عند راسه. شوف اللاعب اللي ما لعبهاش براسه ايده هتعلى فين؟ ايوه. هل وضع الايد ده في الوضع التشريحي الطبيعي؟ ده رايح. هنا بقى بنقول ايه؟ اللعبه متعمده ولا مش متعمده؟ متعمده يعني ايه؟ برضه دي في القانون يا استاذ خالد. اتفضل. ان لما تكون ايدي في الوضع التشريحي الطبيعي يبقى مش متعمده. تمام. لما ايدي تتحرك تملى حيز من الهواء زي المدافع ما عمل كده يبقى ده التعمد، ان انا شغلت حيز من الهواء مكان المفروض ايدي ما تبقاش فيه. عشان كده بنقول هنا يبقى مبدا التعمد موجود، نمره واحد. نمره اثنين، اللاعب اللي جابها بايده ده وهو طالع يلعبها هو ما لعبهاش ولا لحقها، ده ورا اللاعب الثاني. صح. الاولاني هو اللي لعب الكوره. تمام. فده طلع خايف انها تعدي وتروح لمهاجم كده، انا بقى كحكم وراجل لاعب كوره سابق، طب الراجل ده عمل ليه كده؟ ما هو عمل عشان يستفيد من الكوره طبعا، واستفاد بطريقه غير قانونيه. صح كده. بشوف ايده ازاي استفاد بالفعل، واستفاد بايده بتتحرك ازاي. استفاد بالفعل. انا سالت بس قانونا حته انه من زميل او مش زميل حضرتك بتقول. انا عايز اقول كمان حاجه. طيب اتفضل. في الدوري المصري السنه دي والسنه اللي فاتت ياما مدافع يشوط الكوره برجله تقلش وتيجي في ايده ركله جزاء. لماذا لم يخرج علينا اي مسؤول عن التحكيم ويقول لا مش ركله جزاء؟ ده سؤال. حصل يا كابتن؟ صح حصل. بس حصل اتحسبت ضد الاهلي مره وما اتحسبتلوش مره. يعني نفس اللاعب. انا 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 هرجع لك في اللعبه، ولكن في الاخر يا كابتن استاذ خالد في هذه اللعبه طبعا كابتن عادل بعد اذن حضرتك رايك في هذه المباراه. كنت يمكن قبل الهوا كنت بتكلم انا كابتن عبد الستار في اللعبه دي وفي التشريح. بص حضرتك تمام، كابتن عبد الستار قالها حاجه مهمه جدا. الوضع التشريحي اللي الراجل بيلعب الهيدرز المفروض وقت التشريح او بيلعب برجليه تمام بيشوط. وضع التشريحي وانت لعيب كره عارف تمام ليها وضع تشريحي. اوكي طيب الايد دي كده
على موضوع في وضعات طبيعي اطلاقا، دي مش وضعات طبيعي، دي واحده. الثانيه، هل التاتش اللي حصل في الايد هو استفاد منه ولا لا؟ استفاد منه بدليل ان كان فيه فرود او اثنين بعديه، واخد بال حضرتك؟ لو الكره ما جاتش في ايديه كانت هتنزل قدام واحد من الفراوده، قدام اجاي وقدام واحد من دول، يبقى عنده فرصه ثلاث فراوده اثنين، تمام؟ كان عنده فرصه ان هو يعمل ان هو يسدد. صعب قوي ان هو يسدد في الهدف. صعب قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه كانت مسألة حاجه مهمه جدا جدا جدا، اللي طلع يلعب بدماغه، تمام، طالع بوضع تشريحي سليم 100%، واخد بال حضرتك؟ الثاني جاي بعد شويه وتهور، يبقى تحمل نتيجه خطاه. هو في كابتن محمد، ممكن نرجع بالكاميرا بس ورا نجيب الكابتن. انا هرجع لك استاذ خالد ليك انت بقى. بس انا السؤال بقى، واللي انا في الاخر خالد بساله للكابتن عبد الستار وكابتن عادل، ضربه جزاء، ركله جزاء صحيحه؟ طبعا طبعا. كابتن عادل، ضربه جزاء صحيحه؟ كابتن عصام قال مش ضربه جزاء. اتفضل استاذ خالد، ارجع لي بقى. لو جاب لي، لو جاب الكابتن البنا فين اول بس الحكم؟ لا، في بوزيشن هايل يا كابتن خالد. ما انا عايز عشان هايل. انا عايزه عشان هايل اهو. انا عايزه عشان شايفه فين؟ تابع شايفه. شايفه هو واقف مكانه ما اتحركش. كلامنا لا يقلل من محمود البنا خالص. لا خالص، من افضل الحكام. انا بس انا عايزه لو يقدروا يجيبوه لحظه لمس الكوره. ما هي ايده مدبه اهو. ها، حوالي 12 يارد يعني. اصل انا اللي انا فاكره في لقطه كابتن، انه اول ما الكوره جت في ايده كابتن البنا تلقائيا ولا اراديا عمل بدماغه كده قبل ما اي حد يبدي اي رد فعل، كانه هو بيكلم نفسه اساسي. اساس الشخص يعني شايفها بس بقول لا، كانه بيكلم نفسه. ازاي يا استاذ خالد؟ ايه؟ شفتها ازاي؟ انا عشان كده بقول لك انا عايز اجيبها تاني. زي لحظه رد الفعل كانت غريبه بالنسبه لي قبل ما اي حد يعمل حاجه. لا على ايه؟ ده انت حتى ما سرحتش بينك وبين نفسك ثانيه، يعني انت ليه بترفض بقوه؟ هو لا، لانه مقتنع بالقرار. انا عايز اقول حاجه لمحمود البنا، الكابتن صار كده. عايزين، مش عايز اتكلم عن الاشخاص. لا 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 لا، هو لا, لا, لا هو كحكم. لا انا قلت، انا بقول يا استاذ علي، البنا من الناس المحترمه جدا. لا، هو كحكم ممتاز وحكم ممتاز ويبعد كل البعد يا كابتن محمد عن اي حسابات في الملعب. انا بص، انا دي مهمه جدا. بص يا كابتن، بص دلوقتي ان انا اكلمك بخبرات طويله قوي عن الحكام، حكم تمام، واقول لك مين الحكم اللي بينزل حاسبها، ومين الحكم اللي بيتردد، ومين الحكم اللي يقول ملهاش لازمه في الملعب، ومين الحكم اللي بيقول لازم احسبها، ومين الحكم اللي بيحسب بره ورد فقط. جاي معاك البيت يا استاذ. ايه؟ هيسهر معاك. والله عظيم يا كابتن باذن الله يعني. انما انا هسال حضرتك سؤال بقى يا كابتن صالح. انت قلت ايه؟ ال الحكم لو ما تعاقبش على طول، غلط غلطه وما تعاقبش. طب هيتعاقب ليه بقى؟ متى يعاقب الحكم من قبل لجنه التحكيم؟ يعني عايز اقول لحضرتك، الحكم بيعاقب ايوه لما يكون الخطا يضر بلجنه الحكام. ما يضرش بانديه، ما يضرش بنادي. لا، هو حسب. لا، اول حاجه ده معلم، ده معلم كبير، خد بالك. ده بص، اول حاجه ان اللجنه تبقى في خطر، فيضحوا بالراجل بتاعهم قبل ما حد يجي ناحيته. طب انا هوريك خطا. طب ارجع تاني بس. بس انا هاتك، اتفضل هوريك خطا. هات لي الخطا بتاع الموسم الماضي في كره كابتن شريف حسن في عدم احتساب اسماعيل ونص التعديل. هنبول من اسماعيل ونص التعديل. دي بقى التعديل. يعني كانت قصه طبعا. في حكم انا لسه افتكر اسمه، مش عارف السنه دي، هو حكم ماتشين. كان محمد عواد يا رجاله. محمد عواد حارس المرمى. وكان محمد عواد طلع خد ايده تقريبا. هو الحكم قعد لاخر الموسم ما بيحكمش. كانت كوره كوميديه. في حكم مش عارف حاجه فتحي او حاجه عادل، انا شفته. محمد عادل احتمال هو ده حكم ماتش مباراه النصر بتاع دين اسماعيل يعني. ما شاء الله. في حكم انا مش فاكر اسمه ايه، بس انا ممكن لو شفت وشه افتكره يعني. حاجه تحفه. ماتشين شفتهم له 180 دقيقه ما غلطش غلط. ولا امين عمر؟ لا، مش امين عمر، ما غلطش غلط. محمد صباحي؟ لا، عارف الصباحي طبعا. طبعا. لا، مش من الاسماء المعروفه. ما حكمش غير ماتشين في الدوري على ما اعتقد يعني، اللي انا شفتهم له بصراحه حاجه غايه في الروعه يعني. يمكن محمد عادل. الاحتمال هو محمد عادل ده كابتن. احتمال. اللي انا عايز اقوله يا كابتن ايه؟ وشاب صغير. لا، مش محمد عادل، شاب صغير اسمراني كان ولا حاجه كده. المهم الحكم يا كابتن بيعاقب، المفروض من وجهه نظر ان يعاقب الحكم لما يعمل جريمه واشعر انها متعمده او فيها شيء من التقاعس. لا، هو التعمد ما يعاقبش يا استاذ خالد. التعمد يستبعد تماما من منظومة. ما دي عقوبة؟ عقوبة. لا، ما حددش شكل عقوبة. العقوبة ده انا ما حددش. هو يشطب بس الكابتن عادل. يعني انت بتتكلم على الاخطاء التحكيمية يا كابتن؟ طبعا
عشان بنتكلم في حكم ممكن زي ما انت قلت انا بقول ايه ان في حكام ممكن ما تجوش جنبهم خالص او كابتن عادل قال ان في حكام ما بجيش جنبهم وفي حكام تانية باخذهم في كرة في ماتش يعني ما بجيبش للاهلي بس انا يعني انا قلت اهو مثلا نصتعدين عندنا للزمالك عندنا لفرق كتير ولكن انا هكلمك مثلا على كرة الكابتن جهاد جريشة في مباراة الاسيوطي وكانت هدف صحيح للنادي الاهلي ولو لولا ان النادي الاهلي كان يعني متقدم كانت الامور هتبقى صعب قوي على النادي الاهلي وانت بتلعب على بطوله تلعب ولكن ما يعني ما فيش زي ما نقول عقوبه على كابتن جهاد جريشة في عدم احتساب هذه الكره وكانت هدف صحيح للنادي الاهلي وفي نفس الوقت كان في ضرب جزاء صحيحه لوليد ازارو هي دي الكره مثلا قدام حضراتكم طبعا غير موفق تماما بمره جهاد فيها غير إيه موفق قول لي بقى انت يا كابتن ايه ايه الخطا ده غير موفق ده تماما ده بص حضرتك وده جهاد جريشة اللي كاس العالم لا 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 نقف واحده ليه بقى قبل ما نجاوب على السؤال ده عايز اجاوب قبل اللعبه دي عايز اجاوب عايز حضراتكم تجاوبوني على حاجه لماذا جهاد جريشة هو اكثر توفيقا في المباريات الدوليه تمام وهو غير موفق في المباريات المحليه نقف عند دي وبعدين انا جاوبك انا جاوبني يا استاذ خالد مين قال ان هو موفق في كل ماتشاته الدوليه لا كل ماتشاته الدوليه وغير غير جريشة لا بيحصل اخطاء اوكي بس اخطاء بيحصل إيه؟ مشاكل برضه بس اخطاء لا بس حاجات بسيطه مش مؤثره في نتيجه هو هنا ازاي هو انا محمد ما ذكرش 20 30 غلطه لو عادل عايز يقول لك حاجه مهمه يا استاذ خالد انا فاهم طبعا انا فاهم يعني عايز اقول لك حاجه مهمه الاجواء والضغوط اللي عليه غير جريشة النهارده بقول له ايه العب ماتش الاهلي والاسيوطي بص انا بغلبك بقى كراجل اشتغلت في وكنت مع مستر اعتقد هيؤيدني في هذا هتلعب ماتش الاهلي والاسيوطي ماتش المفروض ان هو يعني سوري يعني مع كل التقدير واحترام الاسيوطي وان سايد جيم عشان ترجع للاهلي والزمالك تاني وخلي بالك مش عايزين اخطاء ومش تمام الكلام ده يا جماعه ما يعملش حكم الكلام ده ياثر على الحكم انت رايح كاس عالم قدم للناس الكلام ده ياثر على الحكم جاب بيلعب ومتردد يا استاذ خالد ازاي جاب النهارده بيلعب إذا كابتن ثانية واحدة بس ثانية واحدة خلينا عشان احنا بدنا نتناقش كده ايه عشان نوصل للناس المعلومة المهمة اتفضل ازاي حكم رايح كاس عالم بعد ست شهور انا مش بعفيه من خطأ على فكرة انا بقول جميل يبقى دي أول اتفاق مش بعفيه لا مش بعفيه مش بعفيه لا لو اتفقنا على انه غلط يبقى مفيش خلاص انت مش بعفيه من خطأ في جزئية تانية لكن تبرير غلط زي ده مش بعفيه من خطأ انا بقول لك تبرير لا مش بعفيه من خطأ هو عايز يقول لك حاجة تانية ان اللجنة عايزة تستفاد بوجود جهاد جريشة في المباريات أهلي وزمالك ومش قادرة تحطه فترجعه في ماتش سهل ماشي طيب. اوكي رجع صح يا كابتن عادل تمام يا كابتن عصام تمام ماشي اوكي انا ماشي فجت لخبطت بالكوره دي وكرة ما هو هنا اعترف انه خطا في الكوره كمان يا كابتن ده كابتن محمد ما يصحش يغلط ما يصحش حاجه جديد انا معاك بس يعني حتى انا كحكم كبير في اللعبه ديت انا بقول ويت اند سي أو سي اند ويت انظر وانتظر ماشي انا انظر في خطا تم انظر استنى وشوف الراجل ده هيستفاد من وجوده في ال 18 ولا مش ما استفادش اديله الفاول ارجع تاني وادي له 3 ثواني لك انك تديها له ده عشان كده بقول لحضرتك هو اخطا وخان التوفيق في قراره الحاجه الوحيده اللي انا فهمها يا كابتن لو ضربه جزاء هي اللي ما تستناش عليها لكن دي من بره وشغال والراجل رايح وبعدين كتير جدا بتشوف الحكام بيدي فرصه في نص الملعب وبيتعمل ضد فاول لحد ما صفرش يا استاذ خالد إيه؟ على ركله الجزاء والمهاجم نجح وجاب الهدف انا بصفر هدف يا كابتن عبد الستار خلاص جات يا كابتن عبد الستار مظلوموشي واحسب ركله الجزاء تضيع واخد بال حضرتك ده التحكيم التحكيم العادل لو في توفيق يا كابتن عبد الستار يا كابتن محمد فاروق عارف اللعبه دي حصلت وكابتن عصام كانوا بيقولوا لنا كده انا مش صفرت فاول انا طول الله يرحمه كابتن حسام راح مطول الصفاره ورايح جون يعني انا النهارده بقى عندي حضور انا عندي حضور انا خلاص عينيا صفرت فاول لقيت الكوره سليم اطول الصفاره كان كابتن حسام اطول الصفاره لو الصفاره طلعت والكوره لسه ما اتخططش الخط ما ينفعش خلاص لا 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 ما اقدرش اكمل بيها لا يمكن هو بيلعب هو برضه عنده ضغوط يا جماعه انا صفرت قبل ما الكوره تعدى الخط يا كابتن محمد لازم انا عايز اقول لك حاجه هو عامه هو طلع واعترف ان كان كابتن جهاد ان هي كانت لازم تحتسب هدف كمان ولكن الاعتراف ده ما بيخليش لا ما بيرجعش الكوره بس هي شجاعه لا ما بقاش في عقوبه على كابتن جهاد مثلا ما هو اكيد في عقوبه على كابتن غياب المفروض لكن اكيد في عقوبه على كابتن غياب بس دي من المواقف بقى اللي انا اقول يتاخد فيها عقوبه مش هيقفوا ما يصحش حكم زي ده كلمه غلطه زي ده خطا فني طب في نفس المباراه كان في ضربه جزاء لوليد ازارو يا ريت يا احمد بعد اذنك برضو تجيبها لنا
ودي برضو اخطاء يعني انا والله فعلا احنا عندنا اخطاء يعني عندنا خطا لشيكابالا بس عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنتكلم انت عايز تتكلم عن اخطاء حكم في بوجه عام بس للاسف احنا عندنا ماتشات الاهلي بس هي كتيره ما هي كتيره احنا بنتكلم هنا مش على انا عندي مثلا حوالي 15 16 حاله ممكن منها اربع حالات ولا خمس حالات للاهلي كنت عايزك كنت عايزك بعد اذن حضرتك فريق الاعداد بالشغل العقاري اللي هم عاملينه ده يجيبوا برضو على الجانب الاخر الاخطاء التحكيم التي استفاد منها النادي الاهلي وكده عشان يبقى احنا عندنا توازن والراي وراي الاخر انا معاك هناك اخطاء هو على فكره استفاد منها النادي الاهلي ما يمنعش النادي الزمالك كنادي اهلي وكفريق نادي اهلي ما بنبصش لجزء التحكيم احنا لازم نكسب لازم احنا يعني وده على فكره مش رايي انا ولا راي ده راي كابتن صلاح حفيظ وكابتن حسام البدري وراي جمهور النادي الاهلي طبعًا. يعني بس عشان طبعًا. نبقى متفقين على احنا فريق بيبص للبطوله فبالتالي طبعًا. معرض ان هو يحصل اخفاق من حد اخفاق من اللعيب نفسه صاحب اللعيب فبالتالي اتفضل وبرده خد بالك كابتن عادل فاروق ما ناقش الاخطاء اللي ضد النادي الاهلي هو ربما بيعرض بس عشان الفيديوهات دي اللي موجوده بس كشواهد الاعداد عامل له لا احنا بنتكلم اخطاء بالنسبه لحتى الانديه الثانيه يعني موجوده النادي الاهلي بس دي انا عاوز اقول ايه انا عارف كنا نجيب وصل للناس الرساله ان احنا نجيب كمان اخطاء اللي استفاد منها النادي الاهلي من التحكيم حضرتك كده حضرتك معلش انا اسف خدت فاروق لمنطقه ثانيه خالص لا 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 القعده دي بيكوا طبعا كناس كبار يعني مش مقصود بيها نهائي مناقشة الأخطاء كأنها أخطاء متعمدة ضد النادي الأهلي لا 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 ما نتكلمش في أخطاء متعمدة ضد بالظبط بالظبط يعني أنا عايز أقول ده احنا كمان بنتكلم في إيه؟ إن خطأين قريبين يعني ماتشين وعشان كمان هو ما عندوش غير لقطات في خالد الأهلي غير إيه؟ أحدث حاجة أيوه يعني أستاذ خالد أنا بقول لك تعال أقول لكم حالة بس عشان يعني احنا مثلا كان عندنا خطأ أخطاء الموسم الماضي موجودة بداية من ماتش النصر والإسماعيلي عندنا أخطاء في لطنطا كان في مباراة الزمالك زمالك وطنطا كان من ركلة الجزاء لطنطا عندنا في مباراة المقاولين وسموحة برضو كان جزء تحكيم محمد كابتن الحكم محمد أبو خاطر في ركلتين جزاء أيضا وهميتين فبالتالي احنا يعني بنحط الجميع الفرق ولكن انا يمكن عشان قناه الاهلي زي ما بيقول استاذ خالد واحنا بنتكلم في جزئيه خاصه بالنادي الاهلي ويمكن من يومين وكان في لغط على مباراه طنطا وضربه الجزاء وحضراتكم اثبتوا من خلال تواجدكم معنا ان الكره دي ضربه جزاء يمكن كابتن عصام فتحي كان معايا على الهاتف امبارح وقال انها مش ضربه جزاء انتوا اقريتوا بيها ودي يعني هنا راي محترم وهنا راي محترم في الاول وفي الاخر الكوره مشيت انها مش يعني مش ضربه جزاء بس ما دام في خلاف في الراي كده يبقى الحكم صح لا بص لا. بقى قول لي بقى لا لا رايح على فين يا كابتن عادل لا 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 اسمح لي على الشغل كله قول لي بقى كابتن عادل انت رايح على فين لا انا عايز اقول لك لا قبل اذنك انا باخد رايك انت انا رافض تماما معلش اسمحوا لي بس تمام يا جماعه انا رافض ان انا اظلم الحكم في قرار يعني انا لا لا احنا يعني انا عايز اقول النهارده دي حاله احنا بنطالب بالعدل للتحكيم دي حاله اوكي لكن الحكم انا شايف ان هو ما دام مفيش زي ما قلت الحمد لله مفيش تعمد مفيش حاجه مقصوده مفيش يبقى خلاص مش انا برفض ان احنا نقف عند خطا وعند ركله جزاء وعند فاول وعند اوت يعني انا عايز اقول ايه هذا الاخطاء دي جزء كبير من متعه كره القدم وستظل موجوده وتظل موجوده في نقطتين ولن تنتهي ولن تنتهي كاس عالم البرازيل 2014 اتعمل يا كابتن طب دي يا كابتن مثلا هل يعني يعقل ان انا يعني ده مقصود مثلا؟ لا مش مقصود هو شاف هو بص هو فين؟ الاستاذ خالد قال حاجه جميله قوي قال لك انا عايز الكادر يجيب لي محمود البنا فين؟ بص على الحكم فين يا كابتن عبد الستار؟ ده الدنيا مش والله لو هو في بيته طب فين حكم الرايه؟ هو لو في بيته صحيح يعني فين حكم الرايه؟ هو في بيته ما يشوفها عادي طب انت خدتني لجزء مهم ليه دايما التركيز على حكم الساحه؟ ما بيبقاش فيه عقوبه ليه دائما؟ لازم الاربع حكام يتعاقبوا في اللعبه دي ازاي؟ لازم الحكام بيتبص عليهم لازم الاربع حكام يتعاقبوا في اللعبه دي كان طبق الحكم الوافي الموسم الماضي المشكله ان الفرقه المنافسه ما فتحتش بقى كابتن ده التعديل ما عملوش ده كم اللعبه كان عادي جدا ولا كده يد وطرد لحارس المرمى كابتن فرقه التعديل يبقى هنا تدخل يبقى الحكم تدخل تغيير المباراه والنتيجه ولا طبعا بس طبعا بص بقى في نقطتين هنا يا رؤى بعد اذنك عشان انت قلت ما دام اختلفنا يبقى الحكم على حق تمام لا طبعا ما ينفعش لو ان الخطا الذي تم رصده خطا قانوني صرف لو خطا رؤيه فنيه او عدم سرعه بديهه او عدم رؤيه او 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 زي ما انت بتقول فروق فرديه او اي حاجه ماشي لكن خطا في القانون لان رئيس لجنه الحكام بيقول لك ايه
طالما جاي من خصم، انت بتتكلم في قضيه كارثيه، حضرتك بتقول ده مش في القانون والكابتن بيقول مش في القانون، لا مفيش حاجه، يبقى ده خصم، يبقى دي مفيش حاجه اسمها الحكم على حق. دي واحد. نمره اتنين، انا كخالد العش طبعا مش كلام مطلق يعني، ضد قصه انه الاخطاء التحكيميه من متعه كره القدم. الاخطاء التحكيميه من كوارث كره القدم، هو من الكوارث، واقرارها من اللي ربنا لا يرجعونا يعني جوزيف بلاتر اللي قال لك دي متعه، لا دي جريمه، لا هو قال دي جريمه يعني. لا هو قال لك ان كره القدم على بعضها متعه، ولكن كلما قلت الاخطاء كلما زادت متعه كره القدم. كلما قلت الاخطاء واصبحت الاخطاء غير مؤثره كلما كانت المتعه اكبر. جميل، ده الترجمه بتاع بس جوزيف بلاتر ساعتها قال انه واقرها بدل مره 10، قال لك انها هتفضل موجوده ما دام هناك كره قدم هناك اخطاء تحكيميه. ده مبدا مش عايز كلام، ولكن ده متفقين عليه، ولكن عندما تكون الاخطاء في اضيق الحدود هو ده اللي مطلوب، ان احنا نجتهد وارد، ده وارد مع حكامنا ان احنا ده وارد نخليهم على في في رقي في المستوى الفني والنفسي والبدني عشان يؤدي على افضل مستوى. وخطا اللاعب اللي يضيع فرص يا استاذ خالد، ايه ما هو خلاص الكابتن محمد فلوكا مهاجم كبير وعارف، وخطا وخطا المدرب اللي بيخطأ في اختيار التشكيل او في يخطا او بيخطا في اداره المباراه فنيا من خلال استبدالاته. يعني ليه بنسلط الضوء على الاخطاء لا دي بس؟ لا 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 يا كابتن، لا قال بس، ما احنا بنحلل المدرب واللاعب والجمهور والناقد، احنا ساعات بنحلل النقاد الرياضيين. اه بس اصابع الاتهام وسيوف، اصابع الاتهام والسيوف موجهه نحو قضاة الملاعب، دي مش 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 النهارده. انا واحد من الناس ممكن اوضح يا كابتن، لما بشوف حكم كويس بطلع اقول هو كويس، ممكن اقول ليه الحكم يا كابتن، وبيكون في اخطاء بالنسبه له، لكن كل ما بتقل كل ما بيبقى شكل المباراه ممتع، كل ما وفي حاجه برضه بتختلف نظري انا كمان يعني، واكيد وجهه نظري ليه الحكم بيختلف عن اي حد تاني. لانه انا لعيب فريق شور باد لك، ضيعت فرصه يعني مش موفق، ده ما حدش يناقشني فيها، فكرت غلط عملت غلط، بس اكيد انا يعني ما فيش جوايا شك شبه التعمد ان انا اعمل دي تمام. لكن الحكم انا طبيعي لازم اقلق، الحكم ده زي القاضي، ما انا لازم اقلق في حكمه، دي طبيعه في التحليل، ان الحكم هو القاضي، هو اللي معاه القرار، فلازم اقلق لانه مش طرف في الاثنين تمام. فاي لعيب بيضيع او مدرب بيغلط ده بيغلط سوء توفيق. كان في مدرب بعد اذنك يا كابتن محمد، اتفضل كابتن. كان في مدرب مدير فني منتخب المانيا في كاس العالم 74 هيلموت شون. اه طبعا المتشون بيسأله اول سؤال بعد التكريم واخدان الكاس وهو لسه في الملعب، بيقولوا له خدت الكاس ليه يا هير شون؟ فاكره كأن دلوقتي حالا، قال لهم لان عندنا اعظم حكام في العالم. جميل. طيب خلينا نقول بقى، عشان انا الوقت بتاعي بينتهي، الحلول بقى كابتن، حلولنا ايه في الفتره القادمه واحنا بنتكلم ان في اخطاء الامور دي تقل او يبقى الحل موجود عند لجنة الحكام وتنتقل بعد كده للحكام في الملاعب؟ نبتدي بحضرتك استاذ خالد. لازم ابدا ادور على كوادر تحكيميه رائعه، ادي نمره واحد. لازم يكون في حد مارس الكره ولو بشكل مقبول يا كابتن، لان انت اللي ما لعبش كوره هيقع في كوارث في الملعب، لان في حاجات بتحصل في الملعب ما يفهمهاش غير اللي لعب، في فاولات ما يفهمهاش غير اللي نزل الملعب، مش اللي اتفرج، اللي اتفرج بس لا، لازم انه في لقطات معينه ما حدش يستشعرها غير اللي لعب في الملعب بشكل معقول. يبقى موهبه مارس، لازم اعمل له اختبارات بضمير يا كابتن، ما يبقاش ابن خالد فلان صاحبي ولا ابن فلان قريبي ولا ولا ولا، لا هاتوا وحطوا له الاختبارات اللي المفروض من خلالها اقدر احكم عليه انه هيبقى حكم ولا لا، عنده النسبه المعقوله يا كابتن من التطوير ولا لا، يعني اقدر اطوره ولا لا، مش بجيب حكم واقول ان شاء الله هيبقى كويس، لا لازم احس من خلال الاختبارات اللي بحطها له انه مؤهل، واحطه في اختبار واثنين وثلاثه اشوف بيرتقي بنفسه ولا لا، سلوكا تفكيرا، خد بالك دي حاجات مهمه جدا غير الـ 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 القرار الفني. لو انت اساسا تركيبتك الشخصيه مهزوزه، لو انت ما عندكش القدره على اتخاذ القرار، لو انت ما عندكش قوه شخصيه، لو انت ما بتتهزش، لا انت مستبعد من البدايه قبل ما اعرف حتى لو انت لعيب كره عالي قوي. ما احنا ياما شفنا لعيبه كره عاليين واصحاب تاريخ وفعش كمدربين تمام، لانه ما عندوش ملكه التدريب. صحيح. يبقى بدور على موهبه، بدور على خلفيه شخصيه،
بعمل له اختبارات قويه جدا، مفيش داعي للمجاملات، بحطه في الاختبارات اللي انا بحطه فيها اختبارات ترقيه عشان اشوف هيوصل لفين. مفيش حاجه اسمها حكم على قده فخليه يروح يحكم ماتش درجه ثانيه يا كابتن او درجه ثالثه او درجه 10. ليه؟ لان كره القدم النهارده لو في حكم ماتش في الشارع كده والحكم ما عجبش اللعيبه ده ممكن تحصل كارثه، تحصل جريمه ويحصل موت. طبعا تمام، ده رايي الشخصي. طيب كابتن عادل. كابتن خالد طبعا بدا بالكوادر، وطبعا انا مش هقول الكوادر بس هقول اهم من الكوادر، العداله بين الحكام هتفرز تمام اداء طيب، العداله بين الحكام هتفرز اداء طيب، واختيار الحكم المناسب للمباراه المناسبه، حسن اختيار الحكم المناسب ده يفرق كتير لان ده هينطبق عليه العداله. كابتن محمد فاروق هو موفق وماشي كويس وبيأدي بشكل افضل تمام، افضل من عادل، يبقى هو اللي يلعب. اوكي، الحاجه الثانيه لابد ان يتم اعداد الحكام اعداد باساليب العلميه الحديثه يتماشى مع تطوير كره القدم والمنظومه التي بدات تتطور بشكل كبير قوي. الحاجة الثالثة والأهم من كل الكلام ده كله، اتحاد الكرة لابد أن يكون لديه أنياب ويضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز في حق الحكام. طول ما اتحاد الكرة ما بتخص العقوبات المناسبة لن يكون هناك تحكيم زي ما احنا بنتمنى إطلاقا، ستظل هذه الأخطاء، ستظل الحكام بهذا المستوى. لازم يكون في اتحاد الكرة قوي يقدر يدير المنظومة بشكل كويس وما يتدخلش في اختيارات الحكام. انا هقول حاجه ومسؤول عنها قدام ربنا، زي ما اتدخل في اختيارات القائمه الدوليه وكان سبب في استبعاد محمد الصباحي على حساب محمد عادل، ومحدش طلع يجاوب ولا كابتن صعب ولا كابتن محمد ولا كابتن صعب فتح طلع يجاوب ولا اتحاد الكره طلع يجاوب ولا حد قدر طلع يجاوب. لماذا؟ على فكره انا تربطني بالاثنين علاقه طيبه، ولكن لابد ان تكون صادق عندما تحكم او تكون بتدير منظومه. اتحاد الكوره محدش عارف مين السبب في استبعاد محمد الصباحي من القائمه الدوليه، محدش جاوب ولا لجنه الحكام ولا اتحاد الكوره. فطبعا دي عامله غصه بين الحكام وعامله تعب الحكام نفسيا، ففعلا فعلا فعلا لابد ان يكون هناك مصداقيه ودعم من اتحاد الكوره في للتحكيم المصري. طيب كابتننا الكبير حكمنا الدولي الكبير كابتن مصطفى، ربنا يخليك يا كابتن محمد. هو عشان يبقى العداله تبقى موجوده في الملاعب المصريه يبقى العداله بين الانديه، بمعنى اختار احنا خلاص على نهايه الشوط الدور الاول خلاص احنا هنلعب الاسبوع ال 14 يعني كلها اربع ماتشات وخمس ماتشات وينتهي الدور الاول، 25 مباراه لاستكمال الدوري حتى نهايته عشان ال 25 دول يلفوا على ال 18 نادي، ماتش ما يروحليش حكم معين وماتش يروح لحكم لسه انا بعده ولا لسه بادئ او لسه لا خلاص وقت التجارب خلص، اختار اكفأ 25 حكم عندي بما فيهم طبعا الحكام الدوليين، ولو عندك حد في الحكام الدوليين مش كفء ما تحطوش تمام عشان ابقى صادق، افضل حكم في الوقت الحالي افضل 25 حكم يكملوا الدوري للنهايه، هيبقى فيها شيء من العداله وتبقى الحكام استريحت عرفت خلاص مين بيحكم ومين بيحكمش، وال 25 دول هيقاتلوا على انهم يفضلوا ضمن ال 25 حتى أحسن نادي الدوري يبقوا في احسن حاله، يبقوا في احسن حاله تمام. بس انا وقت لا ده جمله، بس انا كنت بقصد حل المشكله من الجذور. هم يعني على فكره حضرتك قلت جزء يعني مشكله من تحت ايوه، وكابتن لان انا ما عنديش قناعه ان في حاجه غير في اللي حاليا حاليا ما فيش تغيير هيحصل، احنا ممكن بقى نجمع الكلام ده كله ويتحط ونشوف ايه اللي نقدر نعمله سواء بقى في اقصر وقت او اللي هو الشورت تيرم او اللونج تيرم. فبالتالي كل التوفيق طبعا لكابتن عصام فتاح، كل التوفيق لاتحاد الكوره ان هم عايزين الدوري يبقى في احسن حالاته، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. مش هيبقى في احسن حالاته غير لما يكون في الاخطاء التحكيميه بتقل بشكل كبير عشان كل واحد العدل يبقى موجود في كل مباراه بالنسبه لكل فرقه بتلعب الثانيه، عشان في الاول وفي الاخر مش عايزين يبقى في مشاكل، مش عايزين يبقى في ممكن
جزء من الاوقات ممكن يبقى فيه شغب بسبب تحكيم جماهير، ممكن احنا منتظرين جماهير ترجع تاني يا كابتن يا رب، فبالتالي ان شاء الله يبقى يكون حلينا ان شاء الله في حين عودتهم. بس دي عايز حاله لوحدها يا كابتن محمد ان شاء الله. الحكام اللي بقى له 5 سنين بيلعبوا من غير جمهور، صح، لما هيرجع الجمهور هيبقى عاملين ازاي؟ ربنا يستر. اشكرك كابتن نور، تحت امرك يا كابتن، ربنا يخليك. انا حكمنا الدولي الكبير كابتن عبد العالي طبعا، خالد اشكرك نور، شرفت. شكرا ليك يا كابتن، شرفتنا الرياضي ايضا يعني كبير كابتن عادل، نور شرفت. انا اللي سعدت بوجود حضرتك، بوجودي مع حضرتك ومع كابتن افستار والاستاذ خالد، وبتمنى لك التوفيق. انت نورت وشرفت كابتن نورت وشرفت يعني، اكيد كنا مستمتعين، اكيد اخطاء موجوده ان شاء الله، ده اللي احنا نتمناه يعني. من السنه اللي فاتت واحنا بنتكلم كل ما احنا موجودين وقوه الدوري بتزيد اكيد سخونه المباريات بتزيد، نتمنى مع سخونه المباريات والمنافسه اللي موجوده من الفرق السنه دي، شايفين الدوري مختلف، موجوده منافسه، بنشوف فرق صغيره بتكسب انديه كبيره، بنشوف فرق ممكن مفاجآت بتحصل، ما تبقاش بس على حساب انديه من خلال التحكيم. هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، النادي الاهلي عمرنا ما هنبص التحكيم، عمرنا ما هنبص لاي شيء غير الهدف الاول والوحيد بالنسبه لنا هو الفوز بكل مباراه، لكن الحق بالنسبه لنا او العدل هو ده الاساس باستمرار، ده اللي احنا بنتكلم فيه. عشان كده دايما بنقول يعني الاهلي ما بيبصش ابدا وراه، احنا بنبص قدامنا، هنبص المباراه القادمه وهو ده الاهم، مباراه سموحه ان شاء الله بامر الله يوم الاربعاء احنا مركزين فيها، كابتن حسام اكيد، كابتن سيد، جميع الموجودين لاعبين وجهاز فني مركزين بشكل كبير في المباراه القادمه. خلاص مباراه طنطا انتهت بكل اللغط اللي كان فيها من خلال هل ضربه جزاء كانت موجوده ولا لا. كابتن حسام بقول لكم كان امبارح موجود معايا وقال لي مش ضربه جزاء، النهارده كباتننا الكبار يقولوا لا ضربه جزاء، فكلام كتير، ولكن في الاول وفي الاخر هدفنا هو المباراه القادمه. يعني كنت معاكم من خلال استاد الاهلي، تصبحوا على خير.